السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرؤية الرابعة اللي أيضا غيرت جزء من حياتي مهمة جدا جدا جدا، هي الرؤية بتاعت امتحان المعادلة. كنت بعمل الامتحان، كنت سائق طبعا في اللغة وناجح في المواد الطبية، كانت دي المرة الرابعة أو الخامسة على حسب ما أتذكر. كنت دائما أقرأ القرآن علشان ربنا يحفظني، دائما أفسر أتى أمر الله فاستعجلوه خطأ، يعني معناها إن أنا أما كده أما كنت ما كنت أنا مثلا في 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 السفرية دي عشان أعمل امتحان قريتها كده، يبقى قلت خلاص ده أمر الله يبقى أنا هنجح. فيعني المهم، ففي الرؤية دي وأنا نايم بعد ما صليت العشاء بفضل الله سبحانه وتعالى، وجدت ان انا بحاول اعبر حدود في اسلاك شائكه كتيره في كل حته تمنعني من عبور الحدود دي، وفي عربيه جيش انجليزي تجري ورايا عشان تمسكني وعلشان تخليني ما اعبرش، وماسكين معاهم مدفع الاوتوماتيك ده بنسميه الرشاش بيضربوا على يدي، وانا بجري اسرع منهم لغايه ما عديت من تحت السلك الشائك ودخلت في الناحية التانية من المكان، وكأنه يكون بلد أخرى يعني. وبعد كده صحيت من النوم، يعني قلت يا رب إيه ده، إنجليز وجايين يضربوني بالنار وعربية وكذا. طبعا في الامتحان تاني يوم كان في 2 إنجليز اللي هم طبعا أكيد إنجليز لأن أنا بسمح الامتحان في بريطانيا، وقاعدين بيسألوني بقى الشفوي في اللغة والكلام دي كلها، وكان الامتحان صعب شوية، وانتهى الموضوع على كده وروحت بقى. وبعدها باسبوع جت النتيجه ان انا ناجح وفسرت الرؤيه بفضل الله سبحانه وتعالى، ان هو ده ان انا يعني كانوا هم بيطردوني عشان اسقط، لكن ربنا نجاني بفضل المجهود اللي انا قمت بيه وبفضل الايه الاجابات اللي ربنا وفقني فيها ان شاء الله، وثقتي في الله سبحانه وتعالى كذلك. هنا في الثقه في الله، في مجهود، في قرب من الله سبحانه وتعالى، في اعتماد على كلام الله سبحانه وتعالى الدائد اللي هو اللي هنتكلم عليه، اللي هو مجهودك الشخصي في انك تنجح وتصر على النجاح بتاعك ان شاء الله. جزاكم الله خير والسلام عليكم.